لو عندي permanent magnet synchronous motor شو يعني permanent magnet synchronous motor؟ عندي stator والstator هذا بيشبه مين؟ الstator تبع synchronous motor زي مين تماما؟ induction motor غير induction motor ما في أي اختلاف يعني. لو أنا مصنع بصنع بعرفش إذا هذا صحيح في الواقع بس لو أنا مصنع بصنع بقدر أصنع نفس الstator ومرة أستخدمه أحط فيه روتر مختلف عن الروتر الثاني فواحد منهم صفي induction motor وواحد يصفي permanent magnet synchronous motor. لو أنا عندي permanent magnet synchronous motor بsalient pole ما بدي كويل عليه لأنه permanent magnet. إذا ما بدي أحطه كله magnet، أحط magnet هون. طبعاً هذا north يعني راح يكون الأعلى منه north والأسفل منه south، وهذا راح يكون الأعلى منه north والأسفل منه south. فصار magnetic flux بهذا الاتجاه مش هيك؟ وين تكملت magnetic circuit؟ تكون بهذا الكور اللي موجود هون، يعني هذا ستيتر من هون هذه جزء من الماجنتيك سيركت مظبوط؟ لأن هون ايش راح اعمل؟ راح اصير افتح فتحات احفر في هذا واحط سلك، راح اصير احفر من هون واحط سلك. هاي المادة شو لازم تكون؟ فيروماجنتيك. ومن ايش معمولة؟ لامينيشنز. واللامينيشنز هذول انا بكون قاصصهم، قاصص بجيب صاج رولات صاج وبختمهم، تنزل معي القطعه هاي برد بعمل كمان وحده وكمان وحده، بعمل عدد كبير منهم بلزقهم بعض بحط بينهم ماده عازله عشان امنع ايش بمنعه بالهذا ادي كرنت. اذا باجي بفتح فتحات صغيره في هذول عشان احط الاسلاك، ومرات بكون عندي سلكين مش سلك واحد، ممكن يكون عندي سلكين جايين من اكثر من فيز، وهذا هون بحطه. صارت عندي هاي جزء من الماجنتيك سيركت وهاي جزء من الماجنتيك سيركت. فالماجنتيك فلوكس دنسيتي او الماجنتيك فلوكس في له مسار مش هيك؟ مظبوط، في له مسار عندي هون ماجنتيك فلوكس دنسيتي. هذا المحرك ايش راح امرر الان في البرايمري 3 فيز، فبنجيب 3 فيز من هون بمرره في البرايمري بعطيني روتيتنج ماجنتيك فلوكس ات كونستنت ماجنتيود كونستنت سبيد مظبوط بي. فاذا طلعت في داخل هذا راح الاقي روتيتنج ماجنتيك فلوكس ات كونستنت ماجنتيود بي ماجنتيك فلوكس دنسيتي، عماله بلف بسرعه معينه. مين بصير يحاول يلحقه؟ الروتر. فالروتر بصير يحاول يعمل الاينمنت لنفسه لانه هذا. هلا اجيب ماجنت واجيب كمان ماجنت، حط هالماجنت اللي تحت حطه على علقه او حطه على، وجيب الماجنت اللي فوق وابدا لف الماجنت اللي فوق شوي شوي. شو راح يحاول الماجنت اللي تحت يعمل؟ الساوث تبع هاد راح ينجذب للنورث تبع هاد، والنورث تبع هاد راح ينجذب للساوث تبع هاد، راح يلحقه. بس مين اللي لاحق مين؟ الروتر لاحق ستيتر. فبي اس راح يكون ليدنج وبي ار لاجنج، والزاويه بينهم ايش سميناها؟ سميناها جاما. اوكي، في زاويه راح تصير بين الاثنين اسمها جاما. هلا هون اذا اطلعنا على سينكرونس موتور بيرمنت ماجنت، طبعا ممكن ما اعملوش بيرمنت ماجنت، ايش اعمل هون؟ احط كويل. هلا البيرمنت ماجنت سينكرونس موتور مستعمل بشكل كبير الان صار، بس المشكله الاساسيه فيه ايش؟ كوست. الكوست تبع الماجنت، تكلفه الماجنت صعب الحصول عليهم، لذلك في بعض الشركات بطل يحط ماجنت كامل، صار يحط هون فيرو ماجنتيك ماتيريال، يقص هاي يقص هاي ويركب ماجنت، يلزق ماجنت من هون وماجنت من هون. من الماجنتس المشهورة أو رير ايرث ماجنتس نيوديميوم أظن 19 عنصر بسميهم رير ايرث. إذا جينا اطلعنا هون نفس الشيء سبيد توركر تبع هذا المحرك راح نلاقي انه هذا خط مستقيم،
لذلك صعب اعمل سيلف ستارتنج لهذا المحرك. بدي الاقي طريقه معينه اوصله لسرعته او بستعمل فيربل فريكوينسي درايف. عند هاي النقطه هذا بكون الماكسيمم تورك اللي دلتا عنده بتساوي في زاويه دلتا بتصير بين بي ار وبي نت. هلا اذا اجيت غيرتها لهي راح تكون ان اس 1. فيش هون ان اسينكرونس مزبوط، ما لها تعريف مش هيك؟ ليش نفس السرعه؟ لانه هذا لازم يلف على نفس السينكرونس سبيد، ما بلف على اسينكرونس سبيد مش هيك؟ اذا لفينا على سرعه معينه، اذا بي اس لف على سرعه معينه بي ار بيلحقوا على نفس السرعه. ايش الفرق بين بي ار وبي اس؟ زاويه مش اوميجا، زاويه. في السينك في الاندكشن موتور الفرق بين الروتر والستيتر سرعه سليب. هون زاويه، فالزاويه هاي الزاويه مش جاما اللي بتصير زيرو، دلتا اللي بتصير زيرو. واذا غيرت السرعه الان شو بصير؟ هلا اظن انه بضل نفس التورك، انا ام نوت 100% شور. هاي طبعا مش امبلس اوكي، هاي غيرنا السرعات، صرنا نغير السينكرون سبيد وغير معي سبيد تورك كيرف لهذا المحرك. بوجود الفاريبل فريكونسي درايف بقدر اعمل ستارتنج للبيرمنت ماجنت سينكرونس موتور. لان شو بعمل؟ ببدا بسرعه منخفضه وشوي شوي ببدا بزيد الفريكونسي اللي طالع من الفاريبل فريكونسي درايف حتى اعمل له ستارتنج. فبتغلب على مشكله السلف ستارتنج تبعت بيرمنت ماجنت سينكرونس موتور. ميزه البيرمنت